الفترة الأخيرة كان في عمل كتير ناس اتكلمت عنه اللي هو سفاح الجيزة، ولكن أنا مش هسأل حضرتك دلوقتي عن العمل. الحاجة الأكتر من العمل يعني في كوميكس وحاجات كتير كانت على السوشيال ميديا، ولكن ناس كتير قوي اتكلموا عن ممثلة اسمها داليا شوقي. ناس كتير انتقدت داليا شوقي، عايزة أعرف رأي حضرتك في الموضوع ده وفي أداء داليا شوقي. اولا انا مش بلوم داليا شوقي. ليه بقى؟ لان في مخرج. ايوه، هو المفروض حتى لو هي كان تمثيلها اوفر، في مخرج هو المسؤول عن الموضوع ده، مايسترو. لكن اي فنان في الدنيا بيعمل عمله للجمهور، فلازم يتحمل راي الجمهور. يا اما يسكت، يا اما يقول له هحسن من نفسي، لكن ما يخش في سجال. يا اما بقى ابتدى، يا اما لو هم مش عايزين راي الجمهور او متضايقين من راي الجمهور، الفنانين يمثلوا مع بعض وخلاص. ففكره ان هي كانت اوفر، انا شايفاها كانت اوفر، لكن ما يمنعش انها بنت مجتهده. ايوه، وان هي ليها كانت طول المسلسل كانت كويسة. والمشهد دوت فعلا كان أدائها أوفر. بس أنا مش بلومها هي، أنا بلوم المخرج.